جيت تبغى تاختي اقول لا عزيز. سمعت يا ابو سفليه هذه ما هي بلك. لك انا زاد اسوي مشي. وهذه اللي نجيبها. سميناه محمد سفليه. اتوقع مني يا ابو محمد. لا والله ما اتوقع. محمد سفليه. عشان كذا اسوي. عشان كذا اسوي. يلا حيوا. الله يعافيكم جميعا. ويبقيكم ويسلمكم. والله جبت لكم افكار العاب جديده والله. ما ودك نروح هنا ولا؟ والله رحت افكر وجيت ماني اعرف. ما ودك نروح هنا؟ يا اخي ماني اعرف افكر هنا والله. اكتشفت اني يوم طلعت ليه كرسي تفكر فين تم هذا ما شفت لكن باقي لي اغراض والله ابغى انزلها اقول لك هذا عزيز اشتريت ملابس عشان تاخذونها بيض الله وجهك ملابسكم تضغط عليكم كلكم هاي من كل نوع ثريب شوف الله عليكم ما في شيء اللي ينزل عليكم كلكم لكن شو نسوي هذه لك نفس الشيء والله ما في الله يعافيك حيا الله وعلاوي والله انك فقيد يشهد الله اقسم بالله انك فقيد مسك صوت وش ذاك التمثال؟ كيف شفته؟ شفته؟ شفت انا ما نسيناك يا ابو ما نسيناك الله يجعلني والله شفته خليك يا الله يجيكم راجك ابيض لا اله الا واضح اني ما اصد اسالك بالله هذا ترقد معي كفو والله حتى انا ما اصد اي والله ما قد ودك تفوز لي والله نرقد ايش قام العرب طافيني يا ولد دخلتنا برا قهوة الشاي يا ولد صالح دخلتنا برا قلنا له هيا ارجع هيا يا برا اسمع نزل نزل نبغى نوريك الهاوس ما شاء الله عاد على ما هو عليه لا والله تغير اشياء ايش لا والله في حاجات انفقدت ما تغيرت تكسرت ما نور محمد يا خنت ايش عندك تطلع تتابعنا ايش في ادخل على تويتر ابغى اشوف عمري مليكم توي كسروا فعلوا تركوا قلت له والله انا مدخول يقول زين ما انت موجود ايام التكسير عشان لا غيرنا اخصم عليك ديكور حق المطبخ اليوم الصباح شو التكسير ادخل ما اشوف يا طفش ديكور كامل لصوص لصوص الطعم ما الومكم يعني يمكن في لا لصوص الطحن ضغوطات نفسيه بيني وبينك ضغوطات نفسيه طلعنا الجزيره اكتشفناها هنا في القريه وانا فطرت خليناك معنا لا خليناك معنا ترى بس احنا اسفين خليناك في الشمس وحسبناك بالعصير سحبت علي حسبناك ايش بالعصير ايش ذا الشمس اللي صقعتني ولا جاني نوم والله اني اتكلم ما جاني نوم نسيناك والله تتشمس تسوي تان والله اهم شيء بتويتان صدق ايوه بيض الله وجهكم حسبناك بالحمديات بيض الله وجهكم وجهك ابيض ابد هذا قاتوه جبنا لك متواضع بسيط بمناسبه رجوعك هلا 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 ابو ابو حليب ايش كم ضيعت الاسامي